ان العادة السرية عند المرأة اخطر من العادة السرية عند الرجل العادة السرية عند الرجل ما فيهاش هذه المخاطرة المرأة حينما تضع يعني اصبعها او تضع شيئا بعض الناس تضع اشياء وهذه اشياء هذا تخاطر خصوصا البكارة يعني مسألة حساسة وهذا الغشاء يعني ممكن اي عبث به يضيعه ويعرض المرأة للتهمة هتقول لهم انا كنت والله بعمل كذا مش هيصدقوها ولابد ان يعني عملت علاقه محرمه مع بعض الشباب ولابد كذا كده ولابد كذا فيعرض الانسان نفسه لتهمه الزنا المراه تعرض نفسها لتهمه الزنا يعني فتفضح نفسها وتفضح اهلها وتكون مصيبه وربما بعض الاهالي بيعتبروا هذه بلوى يمكن يقتلونها يعني بعض الناس لا تقف عند حدود الشرع ويأخذ تأخذهم الغيرة والحماسة وقد يرتكبون جريمة ويقتلون الفتاة وإن حرام يقينا من الكبائر لأن حتى لو كانت زنت لا تستحق القتل أقصى ما فيها أنها تجلد إذا يعني أقرت أربع مرات أو شهد عليها شهود ف ولذلك يعني لا أنصح يعني الفتيات أن يلجأن إلى مثل هذا أبدا واحدة تصبر والذي يعني للأسف يعني يغري الفتيات مثل هذا يعني بعضهن يعلم بعضا يعني واحدة تقول لها أنا عملت كذا أو أنا شفت فيلم وكان فيه كذا وبعض القنوات وخصوصا الأوروبية فيها أشياء فظيعة فضائح يعني جنسيه لا لا تقبل لا تقبل في ميزاننا نحن وفي اعرافنا وفي اخلاقنا في قيمنا في شريعتنا مرفوضه هذه الافلام المفضوحه العاريه يعني تماما والتي لا تبالي ممكن تتعلم هذه الاشياء من هؤلاء الناس ف على الفتاه المسلمه ان تلتزم بامر ربها وتعتني بنفسها تصوم تصلي تتقي الله تشغل نفسها تقرا كتاب نافع تحضر الدروس تشتغل في جمعيه خيريه يعني تضيع وقتها يعني او تنفق وقتها فيما ينفعها في الدنيا والاخره بدل التفكير في هذا في تصريف الشهوه ولو في طريق غير مشروع.